قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. بليل فيليبس. بليل فيليبس الداعية الإسلامي صاحب الإنجازات الكبيرة في المجال الدعوي وخصوصا في المغرب. دخوله الإسلام كان عن طريق الصدفة، وهنعرف في حلقة النهاردة قصة دخوله الإسلام، وهنعرف إيه اللي حصل مع أهله بعد كده، تفاصيل وحكايات كتير عن مشوار الداعية بليل فيليبس قبل إسلامه وبعد إسلامه، فتابعونا. إذا كانت هذه المرات الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. ولد الداعية بليل لعيلة مسيحية في جامايكا سنة 1947، وكان اسمه دينيس برادلي فيليبس. عاش في جامايكا السنين الأولى من طفولته، وبعدها اتنقلت عيلته لمدينة تورونتو بكندا، فتربى وعاش هناك طفولته ومراهقته. بعد فترة اتنقل بليل وعيلته لدولة ماليزيا للشغل هناك. وقتها ماليزيا كان فيها أثار الدول الاستعمارية اللي غزتها زي البرتغال وهولندا وانجلترا لقرون طويلة، فبرغم انها كانت دولة إسلامية إلا إنها كانت متأثرة جدا بالاستعمار، وبالتالي تعليم الدين الإسلامي ما كانتش واضحة للداعية بليل فيليبس. بس خلال الفترة دي اتبنت والدته طفل أندونيسي مسلم، وكان الطفل الأندونيسي بيقوم بشعائر الدين الإسلامي زي الصلاة والصوم، فبدأ بليل يتعرف شوية شوية على الدين الإسلامي. وهو في أوائل العشرينات بدأ فكره ينضج، ولأنه كان محب جدا للقراءة فكان نضوجه الفكري سابق كل أصحابه والشباب اللي حواليه. ومع نضوجه الفكري بدأ يدور على أسئلة وحلول لمشاكله، وكمان مشاكل العالم زي الحروب والمجاعات اللي كانت منتشرة جدا وبشراسة في الفترة دي. رجع الداعية بليل فيليبس لكندا، وهناك اتعرف على مجموعة من الشباب أقنعوه إن الشيوعية هي الحل لكل المشاكل الموجودة في العالم، وبعد ما قرأ كتير عنها قرر الانضمام للفكر الشيوعي. بس بعد فترة اكتشف إن الأفكار الشيوعية مش حل للأزمات اللي بيعاني منها البشر، وإن الأفكار الموجودة فيها مش هو اللي بيدور عليها، فتخلى عن الشيوعي. بعدها عرف ان واحدة من زميلاته واللي كانت بتعتنق الفكر الشيوعي اعلنت اسلامها وتجوزت من رجل مسلم، فشدوا جدا الخطوة اللي عملتها زميلته، وحب يسألها عن اسباب اعتناقها الاسلام بالتحديد. فزميلته قالت انها لقت كل حاجة بتبحث عنها في الاسلام، ونصحته انه يقرأ عن الاسلام اكتر علشان يعرف تعليمه ومبادئه. وبالفعل الداعية بليل الباحث عن الحقيقة اشترى مجموعة من الكتب عن الإسلام، وكان أول الكتب اللي بدأ يقراها هو شبهات حول الإسلام، ومنها قرأ القرآن الكريم المترجم لحد ما عرف أن الإسلام هو الدين اللي بيدور عليه. وما أخدش وقت طويل في البحث وأعلن إسلامه وهو عنده 25 سنة. بعد سنة من اعتناقه الإسلام لقى أنه مش كفاية الخطوة اللي أخدها، وقرر أنه يتعمق في دراسة الإسلام والقرآن الكريم وكمان اللغة العربية. فسافر للمملكة العربية السعودية عشان يدرس الإسلام بشكل صحيح، وراح المدينة المنورة ودرس هناك اللغة العربية والتفسير والفقه. كان هدفه في البداية هو أنه يتعلم الدين بشكل صحيح عشان يقدر يقنع والديه ويشرح لهم الإسلام بشكل صحيح. فاجتهد في تحصيل العلوم الشرعية وعلوم اللغة العربية، فحصل على دبلوم اللغة العربية من كلية الدراسات الإسلامية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وبعدها الماجستير في أصول الدين الإسلامي من جامعة الرياض، وفي قسم الدراسات الإسلامية بجامعة واليز. كمل الدكتوراه في أصول الدين الإسلامي. عمل بليل فيليبس على نقل اللي تعلمه من علوم الشرع واللغة لكتير من الناس، فقام بتدريس الدين الإسلامي واللغة العربية بمدارس الرياض لأكتر من 10 سنين، وكان بيلقي المحاضرات عن أصول الدين الإسلامي للطلبة في قسم الدراسات الإسلامية في مدينة مينداناو بالفلبين. كمان أنشأ الدكتور بليل مركز المعلومات الإسلامية في دبي معروف بمركز ديسكفر إسلام. وفي الوقت الحالي بيلقي الدكتور بليل محاضرات كتير عن الأدب العربي وأصول الدين الإسلامي بجامعتي عجمان والجامعة الأمريكية في دبي، ده غير أنه ليه مؤلفات كتير مترجمة. نشاطه الدعوي ما وقفش على إلقاء المحاضرات بس، لأ ده امتد نشاطه للإعلام المرئي والمسموع، بالتحديد في قناة السلام اللي بتبث في جميع أنحاء العالم، وأسلم على إيده آلاف الأشخاص. وخلال الفترة دي ظل يدعو والده ووالدته لدخول الإسلام،
لمدة 20 عام، وفي النهاية اعتنق الإسلام بسبب تصريحات شافها الغرب أنها تصريحات مش في محلها، وكانت بتدور على أن الغرب والولايات المتحدة الأمريكية مش بيتحركوا غير لمصالحهم بس، وأنهم أعداء الإسلام. تم ترحيله من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، ومنعت السلطات الأسترالية الشيخ بلال من دخول البلاد. كان معاكم رشا رجب.